كان الشهيدان الفلسطينيان حمزة مقبول وخير شاهين قد اغتيلا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحامها البلدة القديمة ومحيطها في نابلس ومحاصرة أحد المنازل. واندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال ومقاومين فلسطينيين تخللها إلقاء عبوات ناسفة باتجاه قوات الاحتلال، مما دفع جيش الاحتلال لإرسال تعزيزات عسكرية إلى نابلس في أكثر من محور. في عملية عسكرية نفذها جيش الاحتلال صباح الجمعة في البلدة القديمة من مدينة نابلس اغتال فيها فلسطينيين وأصيب ثلاثة آخرون بعد محاصرة ديوان آل مقبول وسط إطلاق كثيف للرصاص، وطالبوا الشابين بتسليم نفسيهما، إلا أن قناصة الاحتلال أطلقت النار صوبهما بشكل مباشر وكثيف مما أدى لاستشهادهما. إسرائيل تزيد من عمليات القتل وتقصد ذلك لكي تؤسس للردع، وأيضا على قاعدة أنها تريد أن تصدر للإعلام الإسرائيلي الوهم عبر اغتيالها لمجموعة من الشبان والنشطاء الفلسطينيين، وكأنهم هم المطلوبون وكأنهم هم من يقومون بكل هذه العمليات، وبالتالي هي تريد أن تغذي الفضاء الإعلامي الإسرائيلي بمضامين القتل حتى ترسل رسائل الطمأنينة لهذا المجتمع. وعلى الأرض أيضا تستمر سياسة مداهمة المنازل الآمنة بطريقة وحشية واعتقال الفلسطينيين التي طالت فج الجمعة 15 فلسطينيا معظمهم من المدينة المقدسة، ومن بينهم والدو وأشقاء شهيد ارتقى يوم أمس وثلاثة أسرى محررين. هو يريد أن يثبت عنصر الانقضاض والمفاجأة على الضفة الغربية كافة بالدخول قوات الاحتلال إلى أكثر من منطقة بشن عملية اعتقالات واسعة، يريد أن يبرهن للجمهور الإسرائيلي مدى قوة هذه القوات على الأرض وبأن ماضون في محاربة ما يسميه الاحتلال الإرهاب. وفي ظل كل ذلك تستمر الفعاليات الشعبية في بيت دجن وبيتا وكفر قدوم ضد سياسات الاحتلال في محاولاتها سلب الأرض لصالح الاستيطان والمستوطنين لتخلف عشرات الإصابات. مطالبات فلسطينية بدعم وحماية مبدأ حل الدولتين في مواجهة الإجراءات والممارسات غير الشرعية المتمثلة بالاغتيال والاعتقال والاستيطان وفرض وقائع على الأرض لتكريس نظام الفصل العنصري. لتلفزيون دولة الكويت من الأراضي الفلسطينية دارين غيث. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من رام الله مراسل تلفزيون دولة الكويت هناك الزميل فالح نصير، وحول آخر التطورات المدنية. فالح نصير، ارتقى شهيد فلسطيني آخر والاحتلال الإسرائيلي ما زال يصعد من عدوانه. باعتقادك ما هي المستجدات الأخيرة على الساحة الفلسطينية؟ هل لديكم أي معلومات عن الدعوات للثأر من قبل قوات الاحتلال؟ تفضل. نعم، بالفعل هناك شهيد ثالث في هذا اليوم استشهد خلال مواجهات اندلعت في قرية أم صفا شمال غرب رام الله، حيث يخرج أهالي هذه القرية في كل جمعة رضا للاستيطان، فيما أيضا يخرجون تنديدا بعدوان المستوطنين المتواصل على هذه القرية التي تقرب منها مستوطنة أخرى، فيما يحاول المستوطنون الاستيلاء على أراضي هذه البلدة. حالة من التصعيد الميداني يقودها الاحتلال. اليوم هناك أكثر من 40 إلى 60 إصابة خلال المواجهات التي اندلعت في مناطق متفرقة من الضفة الغربية بعيدة التظاهرات التي انطلقت بعد صلاة الجمعة رفضا للاستيطان وسياسة مصادرة الأراضي والتغول الذي يقودها الاحتلال وتبادل الأدوار بين قوات الاحتلال ومجموعات المستوطنين. حالة من الاحتقان تخيم على الشارع الفلسطيني وكذلك على المستوى السياسي الذي اتخذ جملة من القرارات قبل أيام وعلى رأسها وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي وكذلك أيضا وقف الاتصال بشكل كامل مع الاحتلال الإسرائيلي وتقنين العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. بالفعل هناك حالة من الغليان والفصائل الفلسطينية أدانت هذا العدوان السافر والمتصاعد من قبل الاحتلال وسط دعوات وجهها الفلسطينيون للرد على هذه الجرائم بتنفيذ عمليات تستهدف المستوطنين وقوات الاحتلال، كما نشهد في كل يوم هناك
أكثر من شهيد جراء عدوان الاحتلال واقتحاماته للمناطق المصنفة ألف وفق اتفاق أوسلو والخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى العدوان الأخير الذي ظل يلقي بظلاله على مخيم جنين للاجئين بعد العملية العسكرية التي شنها الاحتلال والتي استمرت لنحو 48 ساعة، خلفت أكثر من 12 شهيدا وأكثر من 130 جريحا، بينهم 20 مصابا حتى الآن، إصابتهم في حالة الخطر، حالة بالفعل من التصعيد الميداني يقودها الاحتلال في محاولة للقضاء على المقاومة الفلسطينية، كما صرح بأن العملية التي انطلقت في مخيم جنين شمال الضفة الغربية تهدف للقضاء على ما وصفه بالإرهاب، في إشارة إلى الخلايا المسلحة الفلسطينية التي تتبع للفصائل الفلسطينية، ويدعي الاحتلال بأنها نفذت عمليات في الآونة الأخيرة في منطقة شمال الضفة الغربية، فيما توعد مدينة نابلس بعملية مماثلة التي يتواجد فيها أيضا مجموعة من المسلحين الذين ينتمون لعدد من الفصائل الفلسطينية، وهناك دعوات أيضا على المستوى الرسمي الإسرائيلي بضرورة تنفيذ عملية عسكرية تشبه عملية السور الواقي باجتياح كامل لمدن الضفة الغربية كما جرى في العام 2002، لكن الشباك الإسرائيلي رفع توصيات في هذا اليوم بضرورة تخفيض حدة العمليات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي، وأيضا وقف اعتداءات المستوطنين التي ستزيد من دوامة العنف وستشغل إسرائيل عن ما تسميها بالمخاطر الخارجية الدولية، في إشارة إلى ما تسميه إسرائيل بالخطر الإيراني. ربما الأيام المقبلة ستكون حبلى بالتصعيد، وقد تصل حجب الانفجار إذا ما بقيت هذه الصورة تخيم على المشهد أمام جرائم الاحتلال المتواصلة والمتساعدة المتصاعدة وتبادل الأدوار مع مجموعات المستوطنين. نعم، من رام الله مراسل تلفزيون دولة الكويت هناك الزميل فالح نصير، كل الشكر والتقدير لك.